السلام عليكم. نبدا قولي بسم الله. اليوم خياتي جيت وجبت معايا جوزتي ربي يحفظها، هي في مثابه امي ربي يطول في عمرها، رايحه تعلمني وتعلمكم وصفه الخشابط، حلوه قديمه تاع بكري، ان شاء الله تدعو لها بالشفاء وطول العمر. ونروحوا نشوفوا الفيديو، فرجه ممتعه. هذه الغرس 400، وهذه مغرس قهوه قرفة ملقوفة، واش نعطيك؟ حبابي لا لا، السمن غير فيها سمن باش ما تجيش يابسة الغرس. هاتي هاي نديرو مكا هاكا، لا نقرت شوف باش ما تفتكيناش غير فيها تمام. ما غاني وتعجني هذيك الغرس ونعجن الغرس باش تجي الغرس طريه. اي الغرس نعجنها مليح باش ما تجيليش يابسه داخل العجين. باش ندير في العجين نديريها نزليها نزليها نديريها في الكوسه. هاي هاي نوزن بكري باش الناس هكا تعرف من الصغر. تشوفي جيبو الميزان تاع بنقرة. الله الله عليك، يدك ميزان شحال هاديك؟ بنقرة هاديك جاتها هنا الحبة شوية كبيرة، كي شافتها بعينها قالت لي شوية كبيرة. عاودنا حسبناهم 15 غرام في الكري. 15 غرام ما يليك هاي هاي تمر الغرس 15 غرام درنا 15 غرام خلينا نروحو باش نزدو العجينة. كاس زيت كاس مانغارين حينا ان دوا باش نديرو الزيت. شنو نديرو الزيت دوكا باش يشوفو المهم. ها ان دوا نكملوه زيت. ان دوا زيت، زوج بيضات، زوج مغارف سكر كلاصي في العجين، مغرفة لا ليفير. هذه لاباني مغرفة لاباني مغرفة لاليزور ونتكلو على وعندنا ميمة هنا المزهر والماء نخلطوهم مع حرصامل. مع حرصامل أول حاجة نديرها ميمة وشنو؟ إيه قلت لي ندير هنا المزهر باش يذوب هذاك الملح مع شوية تاع الماء هكا. نديرو شوية تاع الماء نزيدو المزهر. زيدي المزهر هكا. نبدا حبابيض. ديري حبابيض وصفار وحدة. صفار واحد حبة اونتي وواحد صفار. نديرو كاس تاع ديدا كاسيدا نديرو هذاك السكر نديرو هذيك لافاني نديرو الخميرة نضربوه حتى تولي عين الموس. هذا نضرب لك النهار عيا ويديك ميمة ان شاء الله ربي يشافيك. هذا كاس الاول تاع الفارينة وهذا كاس الثاني. دوك تلمي ميمة وتشوفي بسم الله. وهذاك المزهر
اللي داير لنا قرصامات وشويه ماء ونبرجو به. هنا فجلنا هنا بعد ما عجلناها نروحو للحلال نطلقوها بالحلال. اللوز نخلوها شويه ترتاح، راني نوري لكم برك كيفاش ديروها، بصح نخلوها ترتاح تريح شويه. نسقموها الا ميزاننا، كيما تحبي ديري حبه كبيره صغيره كيما حبيتي. هذه الحلوه تاع بكري ميما، هذه الحلوه تاع بكري تاع زمان، مليحه للكبار ياكلوها بالصحه والهنا. فيها الغرس، فيها الغرس ما تجيش السكر. بودان تاع الغرس غير صغير برك، لصقوه مليح باش ما يخرج، وديروها كيما حبيتو، حبيتو كبيرة حبيتو صغيرة. هاو البوداء هادو هما الخشابات ماما، هادو هما الخشابات. ونحطوهم يطيبوا في الفوق، ونحطوهم يطيبوا في الفوق، نحمروهم من الفوق ماما كيما حبيتو، يولي الخيار ليكم. ديروهم شويه حمورة ولا صفورة، دهنوهم بالبيض وديروا واش حبيتو. اللي حبيتو ولا نوات كوكو ولا لا، دوك نطيبوهم غير هكا برك بلا ما نديروا لهم والو. لا لا، دير لهم البيض. خلاص نديروهم شويه الصفر تاع بالابيض تاع البيض باش يجيو ذوغي. زيدو ندير واحد باش تشوفوا. شدوا العجين مليح باش ما يتفتتش باش ما يتكسرش. ديروا لهم العبار حاجه كاري، ديروا قطعوا بيهم باش يجيو كيف كيف. انا هي عيني ميزاني، هادو تاع الكبار غير بعيني هذاك هو العبار. حنا ما نديروش الحلوى بكري بالميزان بالطوابع، نديروا الطابع عينينا. سقموها بالطباع، هذه كتفنن اللي فيها. هذا موديل واحد اخر، ديروا الموديل اللي يعجبكم.
ديروا لها هكا باش ما تخرجش الغرس. ونجيبو بلان نحطو نديرو راح نديرها في السنيوه يا خياتي. دهنوهم بالبيض، بياض البيض هذاك اللي بياض البيض، غير الابيض برك، ديروش الاحمر باش تجي ذوبي برك، ما تجيش حمراء بزاف بالبيض. نزيدولهم شويه جلجلان فوق، نزيدولهم شويه جلجلان ولا لوز ولا كاوكاو ولا بيغميسال ولا اللي حبيتو. ما شاء الله كي يطيبو عسلوهم وكلو بالصحة والهنا وملاح العجايز بزاف اللي عندهم السكر. دوك شكلناها سدناها في السنيوة وشيناها بالجلجلان، درتي لها بيض البيض ماما. ايه دوك نديروها على 150 في النار، وإلا ماشي قوي ديالكم ديروها على 160 ما عليهش، وطلوا عليها كيسيبوها دوغي. نحوها غير بالعقل، غمسوها في الغسيل وخلوها تقطر شويه باش ما تجيش حلوه بزاف، نقصوا السكر. سيداتي ها هو البلان تاع الحلوه وجد، هاني وريته لكم، وان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا، وان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا، صغار والكبار يعجبهم ان شاء الله الامهات. قرو على خير.